موجودين احنا في معرض دوحة الكتاب النسخة 30 هذا العام، يشارك الملتقى القطري للمؤلفين بعد إشهارة، وهذه مبادرة جديدة من مبادرات وزارة الثقافة، وذلك في سبيل اهتمام المؤلفين. الملتقى القطري للمؤلفين استضاف أكثر من 80 كاتب في خلال هذه الفترة، وطبعاً هذا العدد نعتبره أكثر من العدد اللي كان مخطط له. نتوقع أيضاً أن من يجد في نفسه هذه الرغبة وهذه الهواية أنه هو ينخرط في أجواء المثقفين والمؤلفين، وبإذن الله ننتظر تأليفاتهم ومصدراتهم.